لا تكتفي الأحزاب الحاكمة في العراق بحرمان الخريجين من الوظائف، بل تمنعهم حتى من العمل الخاص وتحاربهم في لقمة عيشهم، كما هو حاصل مع الخريجين من كليات الطب البيطري. قرار حكومي بإزالة العيادات البيطرية في شارع المشاتل في منطقة الأعظمية ببغداد شكل صدمة للعاملين هناك، وأثار قلقهم من انقطاع مورد رزقهم بعد أن حرموا من الوظائف الحكومية. هاي المرة الثالثة اللي ينطونا انذارات بها بإزالة بالمشاتل مال الأعظمية، مع العلم احنا الفئة العظمى بالمشاتل اللي هي عبارة عن عيادات بيطرية، الأغلبية من عندنا أصحاب شهادات عليا واللي من عندهم البكالوريوس اللي ما عندهم فرص تعيين، فصار لنا تقريبا 5 سنين بالمشاتل أو أكثر اكو من عندهم، فحاليا انطونا انذار بالإزالة، الإزالة يقول لمدة 5 أيام لازم يشيلونا من العيادات وتطلعونا لأي مكان. يلتزم الأطباء بكل شروط العمل من تصريح نقابي ودفع للضرائب والتزام بالقوانين، الأمر الذي يؤكد أن قرار إزالة عياداتهم هو مقصود ومبني على أسباب ليست قانونية. ندفع ضريبة، ندفع للأمانة، ندفع للبلدية، ندفع كهرباء وإحنا ما عندنا ميزانيات، تجينا أوراق وكل واحد وعندنا أوراق مال الكهرباء، ملتزمين بكافة الشروط. رجعونا 15 متر قالوا حتى عيادات نظامية وسووا واجهة زجاج، سوينا واجهة زجاج وعيادات نظامية والعيادات مسجلة من النقابة. إزالة العيادات البيطرية ستؤدي إلى بطالة خريجي الطب البيطري وحرمان عائلاتهم من مصدر رزقهم. احنا الطب البيطري مطلوب بالعراق، لا عندنا وظائف، لا مسوينا تخصيص مالي، لا عندنا كل شيء ما عندنا، احنا عندنا هاي المحلات، كل واحد عنده محل نسترزق من عندنا، وكل محل معيش لخمس اربع عوائل. العيادات امانة الله ورسوله، احنا ما عندنا غير هذا مصدر الرزق. هم محاربين الفقير بعيشته، ما يردون واحد يعيش على حب الله. انا بس سؤال واحد عندي، اول شيء من اصغر مسؤول الاكبر مسؤول، هم يعني ما موفرين فرص عمل، زين احنا شلون نعيش؟ أبو تشمبر مفلشينه، العده بيت حاطه طابوقات بلوكات مفلشينه. حال الأطباء البيطريين كحال غيرهم من الخريجين العراقيين الذين لم يعودوا يجدون في بلادهم مكانا آمنا للعمل فيه.